روح لمحطة كتير مهمة يا فرح. حديث الناس حالياً هلأ كيف أنا بتداوى؟ فقرة حلوة ومهمة بنفس الوقت، بتفيد جميع الشرائح وجميع إذا بدنا نقول الجنسين إن كان ذكر أو حتى أنثى. اليوم الطب البديل اللي كان مستخدم طبعا منذ مئات السنين شوي يمكن اليوم خف استعماله، ولكن رجع بالآونة الأخيرة وبقوة باستخدام الطب البديل والأعشاب يمكن بمختلف أنواعها. شو استخداماتها؟ هل نستطيع الاستعاضة عنها بالأدوية أو لا؟ متى تكون نافعة أو ضارة سلمى؟ هي النقطة اللي كتير مهم نحن دائما بنحكي معنا اذا ممكن تتعارض مع بعض انواع الادويه. صحيح فرح. هلا بنسمع قاعده دائما بيقولوا لك انه اذا ما فادت ما بتضر، لانه هي بالنهايه مواد طبيعيه، بس فعلا ما بتضر؟ يعني في ناس عندها امراض ممكن عشبه معينه تضرها. صحيح. يعني مثلا برمضان كانوا يقولوا اللي عنده ضغط بيشرب عرق سوس ممكن هذا الشيء ياثر عليه. الشاي الاخضر كترته كثير من الاسئله طبعا. صحيح. رح نتعرف طبعا على كل التفاصيل وايمت فينا نستخدم المواد الطبيعيه وايمت بيكون الطب البديل، هل هو مكمل لعمل الطب او لا. خلينا نعرف كل هالتفاصيل مع الاستاذ عامر العجلوني وهو اختصاصي بالطب البديل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك. يسعد صباحك ان شاء الله. صباح الخير. الله يسعدك يا رب. مره ثانيه اليوم لما بنحكي عن الطب البديل بالبدايه وقبل ما نخوض بالتفاصيل خلينا نعرف الاهميه الحقيقيه للطب البديل كيف كانت، هل تناقصت ام زادت بالوقت الحالي؟ هلا الطب البديل مر بكذا مرحله، يعني انه كان هو اساسي بالطب للعرب كله، بعد منا لحقوا الطب الكيميائي بالسرعة والفائدة السريعة، بس هذا ما أدى لحل المشكلة. يعني حل المشكلة اليوم إن كان كولون إن كان غدة درقية ما تنحل، عم يعطوهم كله مسكنات. فنحن بدنا نحل المشكلة، فلذلك عم نلجأ للطب البديل اللي هو عم يحل أساس المشكلة. صعب تأخذ معنا وقت شهر شهرين ثلاثة، بس هو أساس العلم وأساس يعني الطب كله. بيجي بقى فترة الخبرة وفترة العلاج، فترة إذا ترافق مع مرض تاني هون بقى بتجي الخبرة بقى. طب هون خلينا نسأل عن استخدامات الطب البديل وخصوصا هلأ بالفترة الحديثة فعليا، بعد ما طبعا بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطانات وما إلى ذلك تم دراسة كثير من الأمور الطبية البديلة، خلينا نقول العشبية، أنه ممكن يكون لها تأثير بتخفيف هذا المرض أو بعدم الإصابة. حقيقة هذا الشيء صح أو لا؟ هلأ ممكن نحن بالطب العربي البديل، يعني هو ما مسميه بديل، هو أساسي، إن الكيمياء يغذين من العربي يعني، بس نحن ممكن نكتشفه قبل. يعني الشخص عنده خمول، عنده كسل، عنده تعب، عنده إرهاق، في شيء بجسمه غلط، ممكن نحن نحله قبل ما يصير هالمرض. يعني مثلا عندك تعب، عندك نغزه بالقلب، عندك نغزه بالصدر، هذا نحن نكتشفه قبل ممكن نعالج فيه. بس نحن سبحان الله بنحب نحن لنوع بالمشكله لنقول صار معنا كذا، فهمت شلون؟ فنحن ممكن نحن قبل وقائي، بعدين ممكن نعالج، بس نحن ما ممكن مثلا نتدخل نقول للشخص نرعبه انه ممكن يصير معك كذا، بس ممكن نحن نقول له لازم نشرب هيك هيك، يعني نضل مع منه شوي فترة. هو بيعرف حاله، بيعرف حاله تعبان، في كسل، خمول، تعب، إرهاق، مثلا نومه مو تمام، يعني حواليه بيعرفوا الكلام، بده يكون اللي معه منه مستوعب. يعني مو بس نحن ننوع بالمشكلة ناخذ خزعة ناخذ كذا، بعدين والله لازم كيميائي، وعنا بالمشكلة هون، ما بنحسن ندخل إلا ربك يعني. بس أستاذ اليوم كمان عم نسمع عن بعض العلاجات، يعني اللي سمعنا أنه لها نتائج عكسية. اليوم شخص مريض بالسرطان لغى العلاج الكيماوي ولغى مراجعته للدكتور والأشعة ومتابعة الحالة وإلى آخره، ولجأ فقط للطب البديل والعلاج بالأعشاب. خلينا نوضح بس هاي النقطة، إمتى نحن فينا نكون الطب البديل هو علاج شافي بالاستعاضة طبعا عن الأدوية الكيميائية أو حتى الأطباء، وإمتى بنقول ما فينا نحن نوقف عند بس الطب البديل؟ هلا نحن والطب الكيميائي لازم نكون مع بعض، نحن بدنا نساعد الانسان، بدنا نحن نساعد انسان يعني نحييه يفز على حيله يروح على بيته يروح مع اولاده، هذا نحن هذا شغلنا نحن وياهم، يعني مو ضد بعض نحن. بس هنين يعني ممكن عم ياخذ جرعه كيميائي ممكن ينقصوا كريات الدم، ممكن نعوض له اياها نحن مثلا بالطب، ممكن نقول له نشرب جزر، ممكن نقول له نشرب بردقان، ممكن يعني فهمت شلون؟ مو نحن عم نقول له وقف، لا هن خطين متوازيين مع بعض.
انا بالنسبه لي يلي عم يفهموا عفوا استاذ انه نحن اذا استخدمنا طب بديل ما في داعي للعلاج الكيميائي وحده مراجعه طبيب ما في داعي نهائيا وبالعكس هي النقطه اللي كثير نحن حابين اليوم نوضحها نحن بدنا نشتغل نحي نساعد بعضنا للانسان اللي عم المريض هذا ما بدي انا عم نحاربه او عم نوصف له شغله بدها تجاره هي لا انسان هذا بدك تعيشه بده يعيش مع اولاده بده يعيش مع امه مع اهله انت عم تحيي انسان انا وياهم في خدمه الانسان ما بدنا نكون نحن والله انا اسحبه لعندي ولا اخذ لا ما بصير الكلام نحن بدنا نجتمع لنساعد الانسان اخذ جرعه قويه مثلا ريحوه 15 يوم نزل خضاب دمه ممكن انا اتدخل هون مثلا ممكن هن يتدخلوا بس نحن ما ممكن نقول انه الشخص وقف عند فلان لا تراجع الدكتور لا في اجهزه انا ما بكشفها تمام يعني في اشياء هن ما يعني بالتصوير انا ما بوصل لها وفي اشياء انا بوصل لها هن ما بوصلوا لها يعني هذا اللي احنا مع بعض تكاملية بين طبعا طيب بما انه حكينا عن الاجهزه وما الى ذلك خلينا نقول اليوم اذا حدا اجى بده يتعالج بالطب العربي او خلينا نقول الاعشاب الطبيه هل في مثلا تحاليل معينه بتنعمل هل اذا انت مشخص حالتك يعني لانه اليوم نعرف في تداخلات كثير ممكن تعطي نفس الاعراض متشابهه لحتى تعرفوا كيف تحسنوا له نمط حياته لحتى يتحسن ويستفيد من الطب العربي هلا انا بفضل لله انا شخص عن طريق لسان انا اي شخص بصور له لسانه او بشوف لسانه ببين معه ببين معي شو معه ان كان قلب كولون غده درقيه التهابات كبد على حسب الحاله وبقول له كيف بدنا نبلش وكيف بدنا ننتهي ما في انه انا شربك شهر وانت يعني ما تلتزمي وطبعا انا كل شخص بيكون معه شخص ثاني مشان يعرف انه كلامي انه هيك هيك رح نشتغل وهيك رح نصل مثلا الكولون بقول له مثلا شهرين ثلاثه ان كان كولون مترافق مع القلب كله طبعا الكولون مترافق مع القلب بنقول له انا شهرين ثلاثه بس طبعا كل شهر بحس في فرق وعلى حسب الزمن هو متقدم متاخر قديم بس انا ان شاء الله بنفده من عمليات بنفده من دفع يعني عمليات وصير يشرب دواء على طول ويحمل لي كيس دواء ان شاء الله هيك احنا بنساعد اليوم استاذ يعني اذا كانت ذاكرتك حاضره خلينا نستحضر سوا يمكن ابرز الاشخاص اللي قدرتوا تساعدوهم بالطب البديل وتنجوهم من مشكله ممكن مشكله الكولون اللي هي يمكن كثير عالم عم بتعاني منها وبتتعب منها وبتنزع لهم حياتهم مثل ما نحن بنقول واخر سمع وسواس قهري تماما ما بقى ينام تماما هو ليش ما عاد نام وليش وسواس قهري راح عند اكثر من شخص وكل شخص وصفه وكل شخص يعلق له بشغله فصار عنده هو شو معي وين وصلت انا ممكن هيك ممكن هيك ممكن هيك عم يلتجي لانه مثلا انا بقول له بدك تهدى نحن بنشرب مثلا خلال شهر بتحس بالفرق الشهر الثاني احسن ثالث انتهى منه فهو مو مصدق انه كل هالشيء اللي انا شفته تجي انت تحلل لي بثلاث شهور فهو بصير بده باستعجال بس صارت طبعا عندي الحمد لله فضل الله عندي الحمد لله كولون هلا هن يعني شايفينه رقم صعب انا شايفه رقم عادي فهمت شلون يعني تضيق الشرايين انه رقم صعب بالنسبه له نحن شايفه رقم عادي بس بده انه انت تعرفي انه انت عم تشربي تحترمي الدواء تحترمي انه انت مثلا انا بقول لك مثلا شهر اثنين ثلاثه بعطيك التوقيت ان شاء الله طبعا قبل شهر بعد شهر انا بدي زبون يخلص انا ما بدي انا والله انه ضل عندي عرفت شلون مو تجاره هي خدمه فهمت شلون فنوصل لنتائج يعني الحمد لله في عندي وصلوا لنتائج في عندي ناس متأخرين جدا وصلنا لنتائج حلوة جدا يعني حتى بالتصوير بين معهم نظافة الشرايين نظافة القلب عضلة القلب قد المتابعة الدورية بيكون الفرق بين كل متابعة والثانية أنا عندي شهر دغري بيخلص شهر بصوره يعني ثلاثة شهور مثلا يعني كل شهر في مراجعة طبعا كل شهر كل 15 يوم جوز أول فترة هو يتلبك بالشرب ما بيحب يلتزم في ناس ما بيحب يلتزموا متعودين على الحبة على السرعة على الإبرة إيه هون رح يختلف على يوم شربت يعني هي مثل كاسة الشاي ثلاث مرات باليوم بيتك قاعدة ما أحلاكي ما لك مجعوزة من شيء يعني بدك تروحي على شغلك بتروحي بترجع عادي يعني هن مو مأيقنين إنه هالكاسة إلها فائدة يعني خلينا نقول أول خطوات العلاج سلمان نحن آمن بشكل فعلي بهي الطريقة بالعلاج لحتى نضمن نجاح العلاج والتشافي التام نحن بالتشخيص هو اللي بيدلك انا بشخص له الشخص بقول له عم يصير معك هيك هيك هو التشخيص هو اللي بيفتح له انه بيرتاح نفسيته بيامن انه في علم ما انتركت هيك البلد في علم في تطور في ناس يعني مخلصين في ناس بده يشتغلوا
عرفت شلون؟ بيصفى الشافي رب العباد. اكيد. هلا بعض خلينا نقول الخلطات اللي بنسمع عنها مثلا كثير مجال واسع ايضا بمجال النحافه تنحيف وما الى ذلك، وصدرت يعني كانوا يطلعوا كبسولات اللي هي بتنحف خلطات منحفه، بعض الاطباء اعترضوا انه هي الخلطات ممكن تاذي الامعاء، تاذي يعني الشعيرات المعديه وما الى ذلك، وخصوصا على الاستمرار فتره طويله. في ناس صار تاخذ مثلا اللي بيسد الشهيه، بعض المشروبات كمان هي طبيعيه ولكن انه بتسد الشهيه، تاثيرات السلبيه وكيف لازم نتعامل مع خلينا نقول الاعشاب. هلا نحن اساس السمنه هو الكولون غده الدرقيه، عالجناهم بعدين بلش بالتنحيف. طب في ناس ما عندها كولون وما عندها غده درقيه بس هلأ عندها وزن زايد. انا ما شفتها، اما انا لو شوف في ما بصير ما في سمنتي هيك دغري ما في، يعني في عامل شيء يا عامل وراثي ممكن مثلا هو 20% بناخذ، ما بقول انه والله اذا امي سمينه لازم انا سمين، لا 20% في شيء بجسمك بنشوفه، كولون غده درقيه اهم شيء، عرفت شلون؟ ممكن دهون، خلصنا من هدول نبلش بقى بحرق الشحوم، اما نبلش دغري قفز اصمعده مثلا او الكيتو او ناخذ حب سكر. في ناس بتقول لك انا ما عندي قوه اراده اني مثلا استمر فتره طويله بنظام صحي، فبتروح دغري على تكميم المعده يعني او هذا الشيء. كمموا المعده اللي احنا بعد منا، انت عارفين شو صار فيهم للقلب، خسروا كثير شغلات، نقص السوائل حيل ما في، يعني الدم خضاب الدم نزل، يعني في كذا شغله، يعني انا ابن حاره بشوف وبسال وبحب تابع، ما في انا انهي السبب وبعدين بلش، عيش حياتك طبيعيه. يعني طب خلينا نفوت شوي بالتفاصيل، يعني اليوم كلياتنا بنحب نعرف لو بشكل عمومي لو ثقافه عامه شو هي العشبه يلي بتناسب مرضى الكولون العصبي، شو هي العشبه يلي بتناسب مثلا حتى نحن نخفف شوي من الوزن مع نظام غذائي متكامل متوازن، شو هي الاعشاب اللي بنقول بتوازي هذا النظام الغذائي. هلا ما المشكله كل شخص له تشخيصه، بس في شغلات عموميه نحن بنسميها عموميه، ممكن نصف له كمون، شراب كمون مثلا، كول خسة، كول خيار، الياف يعني كول شوربه خضار، ايه بس مو انه الكولون ممكن يترافق مع نغزه بالقلب، هي اهم شيء كل العالم تدور عليها فهني بخافوا منها، نغزه بالصدر، غصه، نوم مو تمام. شو بيكون هذا الشيء؟ هذا بيكون عم بيأثر على القلب، لازم نحله، هذا بده علاج ما في مجال يعني. ايه اما بدك تنحفي امورك ما في شيء انت شايفتيها، ممكن نشرب 3 كاسات كمون باليوم، عرفتي شلون؟ عصير، مو شرط انت ماشي بالطريق تشربي لي كوكتيل، اشربي عصير جزر، عصير بردقان، يعني في عنا بدائل بس احنا ما عم نشربهم، خفف من السكريات مو شرط سكر، يعني عصير جزر طبيعي فيه سكريات بس مفيد، مفيد للدم، عم بيعطيكي نشويات، عم بيعطيكي كل شيء، يعني ما بيعطيك مو شغله وحده بس احنا رايحين للدسم، نسله، حليب، سلطه، فهمت شلون؟ يعني 100 شغله عم يحطوا فيها، طب مين بيحرق لك اياها؟ اكيد. طيب استاذ كمان بتصير هلا عم نسمع عن انه منتجات طبيه ولكن هي اصلها اعشاب، مثلا هذا المنتج معمول من اعشاب وهذا بيفيد مثلا الاظافر والشعر و و و و وما الى ذلك، او تركيبه معينه من الامور، خلينا نقول قديش بيفرق اليوم الاستخدام الخارجي عن الاستخدام الداخلي، وخصوصا بموضوع خلينا نقول تنشيط مثلا دوره دمويه طبعا. ما الى ذلك. هلا انا كل شغلي داخلي، يعني كولون، قلب، غده درقيه، كريات، تنشيط الدم، متى ما هذا نظيف كل جسمك حيصير نظيف، عرفتي شلون؟ ان كان الكبد، ان كان القلب، الكولون، غده درقيه، الشرايين، ما عاد صفى شيء داعي تحط تجميل الا على شغلات عاديه. صحيح. نحن بنحافظ على الداخلي، الجوهر هو، ما بتضايق من الخارجي، ممكن كريمات بسيطه، بس نحن حافظنا على الجوهر، ما لعبنا بالجوهر، ما بدنا المنظر الخارجي ونحن الجوهر تبعنا تعبان، بدنا الاساس نحن. وانا بعدين اي علاج من غير تشخيص ما بشتغل فيه. بدي كل شخص شخص له وهو يقيم شو عم بيسمع مشان هو يرتاح ويعرف شو بده يمشي، ما بعطيه عشوائي، يعني مثلا انا هذا لكل الناس، لا ما هو لكل الناس، كل شخص بشخصه تمام وبده متابعه. اليوم الطب البديل شو بنقول نحن عنه عن الاعمار المناسبه له؟ فينا نحن طفل مثلا، ممكن طفل يعاني من بدانه، فينا نحن نستخدم الطب البديل مع هذا الطفل، او خلينا نقول مثل كل الاهالي انه بكره هذا كله له بطول، هيك مثال بسيط. صح.
بسكليت ومثلا بيقلبطون في بعض الاهالي بيزعلوا على اولادهم ما قادرين يمارس اي نشاط اجتماعي بتخف ثقته بنفسه الى اخره. هلا انا الطفل الرضيع للعشر سنين انا ما بتدخل فيه. تمام. بعد منه ممكن هو بيحسن يشرب وبيحسن الام تساعدني، بنشوف البدانه ممكن غده درقيه ممكن كولو، ممكن نساعده شوي شوي. بس انه نحن نستيئس انه ما له علاج، في له علاج ان شاء الله، فهمت شلون؟ بس كمان نتركه نحن انه هو ليكبر ممكن يتحول للطول، ما بيصير، لازم نحن علينا نعمل ورب العالمين الشافي. تمام. ما بنتركه هيك للهوى نحن. اكيد، يعني معلومات كثير مهمه ومفيده من حضرتك، وبنتمنى الكل يكون استفاد ونكون جاوبنا على بعض الاستفسارات الشائعه عند الناس. ان شاء الله. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. الله يسعدك يا رب ويسعدك. كل الشكر لك، بقيت مرحله. الله يسعدك يا رب.